أهلا وسهلا بكم. هذا هسه التمرين الموجود بمادة النحو للمرحلة الثانية. هذا التمرين يوضح شلون ممكن استخدم أنا الوتش أو الهو أو عندنا الذات. ففي أغلب الأوقات إذا شفنا الفاعل الأول مع الجملة الأولى عاقل فأكيد أول ما يجي بالنا هو الهو، أما إذا شفناه غير عاقل فيجي بالنا الوتش بهالطريقة هذه في أغلب الأوقات، وطالما شفناه عاقل فأكيد هو هو، صار الأمر واضح. ونفس الوقت إذا عندنا غير عاقل يصير عندنا which. وفي هالطريقة راح نفهم إن شاء الله استخدام الهو والwhich والذات. وقلنا بنفس الوقت الذات ممكن تستخدم مع الاثنين، لكن أكثر استخدامها يكون مع غير العاقل. بالتوفيق لكم إن شاء الله.